بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا، اليوم حنكمل موضوع الكستناء وتشاركونا عملية شوي الكستناء بطريقة سهلة، وخاصة موضوع التقشير. طبعا عدة محاولات سويناها وتوصلنا لهالطريقة السهلة، لكن في هناك نصيحة انه ندير بالنا عند الشراء بأن تكون الكستناء جديدة وليست قديمة ومحفوظة بالبرادات، غالبا بتكون معفنة. واليوم رح نشوف طريقة الشوي بالفرن، وما بننسى انه هناك عدة طرق للشوي حسب الظروف. في ناس تشوي على الفحم، وفي ناس تشوي على الغاز فوق شبك خاص، وفي كمان بالمكرويف اللي ما بنشجع عليه، واللي ما بننسى هو الشوي على الصوبيا المشهورة في سوريا ولمة العيلة حولها في ليالي الشتاء الباردة. ومنذكر حبايبنا اللي ما شافوا الفيديو اللي حكينا فيه عن الكستنة صديقة الصحة في فصل الشتاء، وعن أسمائها المختلفة وفوائدها الغذائية العالية، لأنه بتحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات وفوائدها الكثيرة، وأيضا حكينا عن أضرارها. واللي حابب يشوف هذا الفيديو رح نترك الرابط في صندوق الوصف أسفل الفيديو. وخليكم معنا لآخر الفيديو لنشوف أسهل طريقة لشوي الكستناء بالفرن. وما تنسونا بالتشجيع بلايك وبرأيكم، واللي عم بيشوفونا أول مرة إن عجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وفاصل ونواصل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن غادي نبدأ كيف قال أبو أيمن، نطبقه بشكل عملي شق الكستناء. قبل ما نبدأ نشق الكستناء خصني فقط نضيف معلومة، وهي أننا لما نختاروا الكستناء في السوق نختاروا الأثقل وزنا. كل ما كانت أثقل وزنا كل ما كانت يعني أحسن. كذلك لما نشريوها حاول ما أمكن تضغطوا عليها بهالطريقة هذه، لأن أحيانا كتكون منفوخة وبالتالي كتكون ماشي طريه، ماشي مزيانه. فحاولوا تكون قاصحه، تختاروا اللي هي قاصحه واللي هي ثقيله في الوزن. وطبعا كنجيبوها للدار نغسلوها نمسحوها. الان هذه عندنا مغسوله وممسوحه وجاهزه باش نشقها الان. تمسكيها بهالطريقه هذه، طبعا هاي الطريقه هذه للامان باش يعني ما نجرحوش يدنا. فكتمسكيها بهالطريقه هذه، كتجيبي الموس خصوصا اللي عنده هاد لا بوينتي هذه، هاد المهم تكون حاده من هاد الجهه هذه، كتمسكيها هيدا. حاولي تغرسي السكين في قلب الكستناء، لان الكستناء لازم هاد الشق يقطع القشره الخارجيه من جهه اللي هي كيف كتشوفوا هي عندها واحد الحردبة هنايا يعني محدبة، والجهة اللي هي مسطحة كتكون تحت. فخصنا هاد جوج القشرات، كاينة قشرة خارجية وقشرة داخلية، خصهم بجوج بهم يتقطعوا باش كيسهل علينا التقشير ديالها من بعد. فكنغرسوا هيدا السكين وكان سميتو نجرحوا الكستناء. كيف كتشوفوا هي عملية صعبة شي شوية، إذا عملتيها غير بهالطريقة هذه يعني كتكون أصعب، ولكن بهالطريقة هي أسهل وأأمن. نعمل واحدة ثانية، نقطوها من هنا، هي في النص، تغرسيها وتكملي يعني من جنب لجنب بهالطريقة هذه. نخطرو كذلك واحدة ثالثة، هي شقينا. اذا ملي كنشقوا فحنايا ديك الساعات كنكونوا متاكدين ان القشرتين معا تقطعوا، وبالتالي كنكملوا هذه الكستناء اللي عندنا كلها وباش نحطوها في الماء. والان كيف ما انتم شايفين بعد ما كملنا من شق كستناء او قسطل او ابو فروه او شاهي بلوط، كل واحد كيف كيسميه. على كل حنايا الان ماشي ما غنتكلموش في هذا الموضوع، حنايا دابا خصنا نعملوه في القميله او في الطنجره. شكرا للتصحيح. لا يعني كل كلمه كل واحد شنو كيسمي القميله او الطنجره، حنايا كنقولوا الطنجره. غنحطوا دابا الكستناء في الطنجره وغادي نعمروها بالماء، يعني كيخصنا تغمر القميلة او الطنجرة بالماء شي انه يتغمر. يلا الله يجعل شي بركة.
وغنشعلوا عليها العافيه او النار. تمام. خليوها تغلى واحد الخمسة ديال الدقائق. طبعا هي الماء بارد، غنخليوها تغلى خمسة ديال الدقائق ونرجع لكم. هو في بس ملاحظة، في ناس بتحط شوية ملح مع الكستنة، في ناس تحط سكر، طبعا حسب كل واحد هو ذوقه، لكن احنا ما حبينا نحط لا ملح ولا سكر ولا أي شيء. هاي واحدة. تاني واحدة، في ناس تسلقها نص دقيقة دقيقة خمس دقائق، كل واحد حسب بدهم إياها نص استوى ولا استوى كامل، طبعا كل واحد حسب ذوقه وحسب ما بيرغب. لان كما كذلك لما كتسلق مزيان، هذه نصيحه للناس اللي ما عندهمش اسنان، اللي يعني اذا كان الواحد كيبغي ياكل الكستنه او القسطر ولكن ما كيقدرش عليه يمضغو، وهذه السلق هنايا السر ديال العمليه كلها، يعني يسلقوا مزيان ومن بعد يحطوا في الفرن، كيجي لذيذ جدا وفي نفس الوقت كيكون كيدوب في الفوم، يعني ما كيحتاجش ديك العمليه ديال ما يتعدمش في المضغ ديال هذه الفاكهه هذه. وننتظر لا يغلو هلا. كيف كتشوفوا دابا هي غلات، طبعا نطفيو عليها وغادي نحطوها دابا في هذه الصينيه هذه باش نحطوها في الفران. الفران دابا كيسخن سخنة، هي تفتحت ديك سميتو الشق تفتح، إذا ظهرت ديك نحطو هذا في هاد الصينية هادي على كيف تعودنا نحطو دايما على هاد الورق. هي دابا حطيناها في الصينيه كامله الجهه المسطحه لتحت وداك الشق كيكون الفوق، ونحطوها دابا في الفرن على 180 في الوسط. دابا شد عليها السكر، عمل على 180 لاننا حطيتها باش يسخن دغيا. ها هي دابا على 180، عاملينها فوق لتحت ونسناوها. دابا ها هي دابا كتشوى المروحه بدات كتخدم. المهم حنايا يعني نسناوها غير تتعمل ديك الوين الذهبي اي علاين، يعني كاين الناس كيعملوا ربع ساعه على حسب نتينا والوين فوقاش غتاخذ ديك الوين اللي نتينا باغياه، وغادي توقفي طلعيها كنقصد من الفرن. الان كملنا عمليه الشواء كملات، كيف كتشوفوا هي ها شوف اللون ديالها كيف ولا، ها نتوما كتشوفوا. الان غنحطوهم في الطبسيل ونوريكم عمليه ديال التقشير كيف غادي تكون. دابا ها هي حنايا حطيناهم في الطبسيل هذا باش نسهلوا علينا العمليه ديال التقشير. غادي نحطوا غنغطيوهم بواحد السرفيته، واحد السرفيات الفوطه هما كيقولوا الفوطه شنو ما كان، غنحط نخليها نخليوها شي شويه باش تسهل علينا عمليه التقشير. خمس دقائق 10 دقائق. دابا ابو ايمن غادي يقشر لنا شي وحيده. مهم بسم الله. طبعا احنا طريناهم شوي لانه الاسنان شوي بالنسبه للناس اللي كيف قلت لكم في الاول، كل ما زدتوا السلق ديالهم كل ما كانوا رطبين. طبعا هذا التقشير هذا نحطه بالصحن، نجيب واحدة ثانيه، وهي طبعا من قشر، العملية سهلة. المهم القشرة الخارقة الداخلية هذيك كانت تلصق وكانت تأذي الأسنان، هاي طلعت مجوزة طبعا شقفتين، فينا نتخلص من القشرة الداخلية ونطلعها. طبعا هاي عملية تقشير سهلة، احنا ستويناها شوي زيادة طبعا حسب الله.
من تابع عملية التقشير؟ إن شاء الله تكون عجبتكم الطريقة، وإذا جربتوها قولوا لنا شو رأيكم، وإذا في طريقة عندكم يا ريت نستفيد منها. للاستفسار والمقترحات وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله. نشكركم جميع المشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا، ومنرحب زوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة. إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا، الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.